انا بغيت نوجه رساله بهاد الوقفه هادي. اولا تنتكلم بصفتي نائبه على بزاف ديال الامهات لانه كانوا معنا في المجموعه طيله الليله البارحه، يعني ما نعسناش حتى 6 ديال الصباح، فكلهم تينجدوا. انا حملت هاد الامانه، فناس من اكادير من فاس اللي ما قدروش يوصلوا عندنا للرباط اليوم لان دايرين مع ال11 وال11 ما غاديش يقدروا يوصلوا عندنا، فباسمهم جميعا حنا كنوجهوا رساله استعطافيه، رساله لسيدنا اللي كنعرفوه في مثل هاد المواقف ما كيتخلاش على الشعب ديالو، وحاشا لله، عمره ما خدلنا، الحمد لله رب العالمين، وبرهل فيما سبق للكون للعالم بان الملك تيحب الشعب ديالو وحنا كذلك كنحبوه، فهو سبحانه عطاه القدره انه وكذلك الرزانه انه يهد جبل كله حركه من اجل طفل عنده 5 سنوات، كنقولها وتنعاودها. فاليوم هو قادر وقادر، وحنا متاكدين انه ما غاديش يخذلنا وما غاديش يتنازل على هذا المطلب ديالنا، وغادي يشوفوا وغادي ياخذوا بعين الجد، غادي يصيفط ماشي طياره بعد طيارات باش يجيب لنا وليداتنا، لان فعلا حنا هذه الايام كلها حنا ما عايشينش، حنا على هامش الحياه، لا كناكلوا ولا كنشربوا ولا كنخدموا، تخلينا على كل شيء، ما بقيناش عارفين الاضرار اللي غتجي من مور هذا الشيء. فقط ملي كتشوف ولدك لابس كلاكيطا وناعس على جنب الحيط في ملجأ، راه تما كتقول انا شداني كاع نصيفطوا، انا ما يقراليش، ولكن حنا هذا الشيء ما بغيناش، قلنا على الاقل اللي خداوا الباك ديالهم مشاو يكونوا راسهم تكوين صالح ويتكوين، يكون شويه على الاقل عنده واحد المرتبه ويجي يخدموا البلاد. حنا ما صيفطناهمش للسياحه وما صيفطناهمش باش يهاجروا المغرب، بالعكس هو محب للبلاد اكثر مني والله العظيم، اللي تيقول لك انا المغرب ما نمشيش منه، ولكن حنا قلنا على الاقل يدير شي دبلومات اللي هي مزيانه وعاود يرجع للبلاد ديالو يخدمها، هذا هو الهدف ديالو، بحاله بحال سائر الزملاء ديالو اللي مشاو معاه السنه الماضيه. فاليوم كنتفاجئوا بانه لا قرا يقراوها ولا هدف قدامهم، الاحلام ديالهم وديالنا بحال كتنضاثر كتحل فقط بهذه المصيبه هذه اللي وقعت ما بين روسيا وما بين اوكرانيا. لا وجه للمقارنه ما بين روسيا واوكرانيا، فاحنا عارفين شنو غادي يوقع الا مشات روسيا تمادات في هذا الشيء ديالها. خويا اش غادي نقول لك، حنايا ما نقدروش ندخلوا في المحاسبات ديالهم، هذه محاسبات شخصيه ما بيناتهم، اي بلاد واطماع سياسيه وكذا وكذا، هذه المسائل كلها بعيده عنا ما عندناش بها، حنا اللي كيهمنا هو وليداتنا، صفتناهم للتمدرس، صفتناهم للعلم، ماشي لحاجه اخرى، فبغينا فقط من سيدنا يجيبهم لينا، هذا الشيء اللي كيهمنا. لو كانت عندنا مثلا حنا نكون نقدروا نعرفوا بزاف الاسباب، ولكن حنا ما نقدروش ندخلوا في دوك الحيثيات ديالهم، شيء اخر بالنسبه لهم كيخصهم همايا. الله يسلمهم، ترى في الملجأ راه معاه اوكرانيات واوكرانيين واباء واطفال، راه مساكن حتى هما نفس المشكل، حتى هما كيعانيوا، تنتمناو الله سبحانه وتعالى يشوف من حالهم من حالنا. رساله وحيده اللي كنوجهوها الان للسلطات المعنيه ولسيدنا هو اللي عارفين حنايا الكلمه ديالو كتمشى على الكل، ولا قال كلمته فما يمكنش ما يمكنش ما يلقاش لنا حل باذن الله، حنا عارفين هو تقين فيه، حنا ماشي موراه بعيوننا مسدوده، عارفين شنو تيدير وعارفين من تيفكر شنو من تيعطي الكلمه ديالو، فكلمته كتكون مسموعه. اذا سيدنا كنناشدك من هذا المنبر، رد لنا وليداتنا سالمين غالمين، فهم وليداتك وانت اب وكتعرف بهذا الحق هذا. الاسم ديالي فيصل كحيل، صيدلي، خريج جامعة خاركوف الدفعة 2019. الأخ ديالي كيدرس في نفس الجامعة، عنده السنة الثالثة هذا العام. شنو نقول لكم، عشت التجربة ديال 2014، مي ما كانتش فريمون بحال هكا. دابا هذا الشيء كثير، هو باقي صغير، عنده 22 23، ما جاش 3 سنين. كان بغى يجي باش خرجات البلاغ ديال وزاره الخارجيه، الساعه الجامعه هي اللي قالت لهم ما تجيوش، اللي مشى طرد، وديك الساعه ما بغيناش نغامروا بربع سنين من حياتك ضاعت لك، صعيبه شي شويه، ما كناش صحابنا يوصل هذا الشيء لهذه الدرجه وتنوض الحرب. كنهضروا معاه، كنحاولوا نموتيفيو شي شويه، نعطيو شويه المونطال، مي فريمون كتبان عليه مخلوع، كتبان ما عمرو شاف داك الشيء. صيفط لي شي فيديوهات كيوثقوا اصوات، راه فريمون مرعبه. اخر شهر كنا نصيفطوا له الفلوس مع بونوك سدو، الخبز والمواد الغذائيه طلعت لواحد الطلعه صاروخيه، كيبات في مترو تحت الانفاق. عندي فيديوهات كيقول لي راه ما تخافش، ما تخلعش الوالده، مي راك عارف قلوب الوالدين راه كيعلموا بكل شيء. الوالده عندي يومين ما نعساتش، فريمون يومين.
الاخبار اللي كتروج، هما دخلوها، هما سميتو، هما وصلوا لكييف، هما وصلوا لخاركوف، فريمون صعيب، ما يمكن له يجي، ما عرفش. بغينا شي حل اليوم، بغينا شي حل. كناش جلالة الملك والسيد وزير الخارجيه ناصر بوريطه، شوف من حالهم، راه ولادنا، راه اطباء المستقبل، صيادله المستقبل، مهندسين المستقبل، راه هما المغرب المستقبل ان شاء الله. ولادنا يجليهم في اقرب وقت، يجيبوهم، راه فلاذة اكبادنا، راه الوالدين ما كينعسوش. شوف من حال الوالدين والميمات، وهادشي اللي نقدر نقول، والله يجيبهم على خير. كنت صرفت جوج وليدات، بنتي وولدي توام. ولدي دار سطامة، يعني طب الأسنان، دار دوز 6 سنين، جا في الصيف اللي داز خدا الحمد لله الدبلوم ديالو، وجا الأخت ديالو دارت الطب العام، باقي عندها السنة الأخرى سبعة يعني بالمجموع، بقات لها 3 شهور دوز امتحان وتجيب حالها. في خضم هاد الحرب اللي ما عولناش عليها، علمتهم السفارة، دارت يعني بلاغ باش يخليو يخرجوا، ولكن ما عندهمش تصريح من طرف الجامعة باش يخرجوا. فلهذا كانوا الأولاد ديالنا مسؤولون أنهم يدافعوا على مصلحتهم ويتحاوروا مع الجامعة باش تعطيهم تصريح يمكن لهم يخرجوا باش يرجعوا، لأن إلا تسال لهم الباس والإقامة في شهر 7 وهما باقيين هنا وكانت الحرب، فما عندهمش الحق يوليو يرجعوا. فهذا الشيء اللي خلاهم يعني حتى لدابا اخيرا يومين باش عطاوهم تصريح، بعد اخذ ورد وتبهديل بين قوسين، لان تيقولوا لهم حلوا الشراجم وشوفوا واش الحرب برا. الحدود عامره، تنشوفوا الجزيره قلبنا تيتقطع. قال لك هما في الواقع وفي الشراجم ما عندهمش حتى حرب، فبقوا ولادنا مغرورين ما خداوش التصريح. فاش خداو التصريح قطعنا لهم، انا بنتي قطعت لها على حساب الخميس، لان ليفول كل شيء عامر. فالبارح داروا قصفوا المطار العسكري وتوقفت الملاحه الجويه، اذا فكانش ممكن ان اي واحد قطع وبغى يجي باش يدخل الاراضي المغربيه والارض الوطن. فلهذا نناشد من هذا المنبر جلالة الملك نصره الله، اب هاد الوليدات، باهم ديال هاد الوليدات، يشوف فيهم بعين الرحمه، يدير لهم ممرات امنه جوا او برا، ينقذهم من هاد من ويلات الحرب، خصوصا وان اوكرانيا بقات تتحارب بوحدها. فلا نعرف مدى هاد الحرب، فوقاش غتسالى وليداتنا دابا راهم في الملاجئ، يعني والعيش في الملاجئ يعني راه حتى حد ما غادي يقدر عليه. فلهذا نناشد باش يرجعوا لنا وليداتنا آمنين سالمين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.